جدية صح؟ اسلم محمد الله يرضى عليك انا اسولف معه اسلم تجي كذا عرض ليش كذا طيب؟ سؤال يا حبيبي سمو سؤال ما في داخل عرض انت موجه لمناح السواق اسمعني انت ما جربت يعني ما هو عام لا لا انا لا ما جربت انا جربت لا ما جربت جربت انا هذه فقرات واجهت الاستاذ مناح واجهت قبل محمد الطوارة شفنا له اشخاص اللي قبل من 5 6 كانت الاسئله جديه بس ما سالت وين جبت عندك الاستتاب انا ما ضحكت ولا سالت لا ما ضحكت طيب سالنا مناح خلاص مناحي كيف كان الشعور وقتها الله العظيم اللهم انت شعور جميل انا وقت الاسئله في توتر ولا لا بعد قام شال لغة الأرمى اسمع هذا سؤال منقلب يجي يقول كيف شعوري شعوري يا أخي نمزة يا أخي شو هذا يا أخي طقطق يا أخي يا أخي طقطق شعور هل جربت جايين كذا أنتم كذا ناحي أنا بوجه كذا أنتم لا تجون كذا عكس جاي عكس أنت والله أنها أنت أنا سؤالت وجهت السؤال لمناحة تجي دخولية عطاك يا رجل دخولية ليش يا أخي يا أنعم أنعم بس أنا هلا سبيب اسمع لا ليه اقول لك كذا انا شوف ضايق ياكل ما ورد ادري بالعكس والله انا ناوي يرد بس انت خربت كل شيء لا انت شوف اقول لك يعطيك على جواب جواب يعني معناته انه مش خرب تو خلاص من فقره يا الله انا خلصنا اي اسلم اسمع اسلم اسمع الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر نعمة العقل الله يا من ناحية العرماني السؤال نواف العرماني سم هل جربت شعور دخولك البرايم عند ابو نايف عادل بن هيف؟ لا هل ودك تجرب شعور البرايم؟ ولا راح اجرب نقول ان شاء الله انك ما تجربه بس هل دخولك الاسبوع الجاي ولد لازم تكتبها خلا بجيك هل دخولك الاسبوع الجاي وين دخولك في البرايم هل يؤثر عليك هل راح يؤثر عليك بعد رجوعك دخولك ورجوعك اذا انت دخلت برايم قالوا نواف العرماني دخل البرايم حلو جاوبت على الاسئله ناس اخطوا انت جاوبت مشت امورك رجعت انت في واحد طلع ما انت رجعت هل راح يؤثر عليك شيء لازم انك تكتبها عشان بتكتب وراك عشان اعمل لك اياه ولا خلاص انا بكتبه وبنقلها انت علي شوف الواحد جاء هنا ينافس حبيبي قل له خلني ارد خلني ارد طيب انا خلني اعبر بداخلي طيب اكيد بياثر علي كلامي انا ما قلت كل ابونا بالناس نعم كل ابونا بالناس حتى الجدران بتنافس نعم نعم ياثر لكن انا اقول سؤالي هل راح ياثر عليك انت كشخصيه يعني شخصيتك راح تاثر عليك اذا دخلت البرايم ورجعت تتأثر نفسيا انت راح تتأثر لا. ولا ما راح انت كل اكيد بتأثر اي تأثر من ناحيه اني بنزل يعني النقاط وزي كذا انا حافظ على نقاطي الحين حلو انا لو دخلت برايم تبتنزل نقاطي يعني كذا بتأثر علي نقاطي هذا انا قصدي اما شخصيه كشخصيه لا ما راح تأثر علي حلو طيب لا قالوا انت مودع يخوني التعبير اني اقول الكلمه هذه انا فهمت عليك انت معي سوف يقول شو يقول الكلمة المشهورة حقت عادل بن هيف ستبقى جسدا بلا روح لا تبقى روح بلا جسدا انت لا جسد ولا روح لا تبقى ها انت لا ذي ولا ذي انت حتى 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 يا رجل حتى اسمع اسمع حتى امان امان عند سنة يعني كل شبعت الحمد لله لكن شبعت الحمد لله انت عشيت الحمد لله لكن وش يقول عادل بن هيف عادل هيف حقت اللي لما ظهرت عادل هيف يتمنى انه ما اعرفكم ما اعرفك عادل هيف ما عرفنا كل بينا يلا صمم على المقطع يلا صمم صمم يلا قصوا صمموا نزل عادل هيف في تويتر اوه والله سلطان برافو عادل هيف اتمنى انه ما عرفنا ترك معنا كل بني شدي طيب عادي طيب اضحك اضحك طيب اضحك يا ولد جامل يا ولد جامل جامل وش جامل؟ جامل في شيء يا ولد جامل للاسف انا شخص صريح شخصنا اسلم شخص عشان ما ضحكت انا بشخص الموضوع ابو نايف رباك ابدك
كب دبيك يقول ابو نايف من الاشخاص النقاد اللي ونعم في الجميع من الاشخاص المحبوبين عندي انا شخصيا على الصعيد الشخصي. طيب ما سبه. طيب انا اوجه رساله ايش دخل ما حد سبه هو يوم جاء طريق بس فقط ولا انت يا سلطان لابد انك تحوس وتحوس 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 ثم طال عمرك ايه ثم طال عمرك تجي واحد تجيب الغايبه طال عمرك ثم تحطها في وجه عادل ايه استنى يا رب سلطان انت طش كلمه تحوس كل شيء لا هو نظام يحوس يحوس الحين يقول عادل هيف عادل هيف ما اتمنى نعرفكم ثم طال عمرك تجيب الغايبه طال عمرك ثم يعطيها في وجه عادل هيف عادل هيف منصدم طال عمرك الحين مو بالتلفزيون يكسر تكسر التلفزيونات اللي عنده بالبيت استغفر الله وتوب اليه علي من حسن حظك انك ما جلست معنا هنا اهلا اهلا بالاذاعه بس ولكن كنت بسويكم فقره بس قال ما يمديكم لا بسيطه يا رجال ساعه واحده ما عندي شيء حتى هو هنا ريالتي هنا على ريالتي علي علي ريالتي باقي نص ساعه عقب خاش اللي طويل لا عقب خذها كاشي ساعه واحده ما عندك شيء ساعتين ما عندك شيء انا خليه اخذ لكن ما يقدر يدوب هذا سوى الحين سوى اللي تسوي يا علي اسئله اسئله الكاميرات علينا وقف خلوا الكاميرات هي اسئله ولا اسئله لو خيروك تسوي كذا او كذا وانت جالس خلاص هذه تشرب دبسي مع ملح ولا تشرب ما خيار كذا خلاص وتطبقها اصبر طبقها اي اي طبقها كذا ما مشكلة بس خلاص شوف لو خيروك يا اصبر 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 هذه نقدر اول شيء عقب كاش اول شيء مستلمه صح؟ ثم عقب كاش عقب محمد الحين محمد خلاص يمكن انتي قول ساعة كاملة باخذ هي هنا عشان ابدا كاش تنتهي واحدة هاي يمكن انتي لا ابدا يمكن واحدة ابدا انا بسهر تدري الشباب تدري طيب انا الشباب تو بعد شوي انا عندي سؤال بعد شوي بيقوم الطوالة بيقوم الشباب يرقد اول النهار بيقوم الساعة طيب انا عندي سؤال اسمعني سلطان انت اخوي محمد واخوي علي عندي سؤال انا شفت العيال كلهم اول ما في احد تفاعل كلهم نايمين ليش السبب لا عندهم ظروف معذورين طال عمرك رجل اللي تعبان اللي راح المستشفى منهم طالعين طالعين ايه منهم انا من ظروف خلنا اسمع الرجال يقول رجل متعب لا جو احيوا فقره لكن رجال معذورين اللي طال عمرك تعبان اسلم ايوه من حق نواف من حقه اي ما حق شيء كان تسال يقول ليش ليش السبب انت بتقول متفرمت في مخه طال عمرك يعود علينا وانا كيف هذه اصلا انت حس خلنا ناخذ نعطي مع نواف سؤال واضح ان الرد قال ايش في الشباب ما يتفاعلون معنا ويجون الشباب يعني وينهم رجل تعابه عن انس تعبان فارس تعبان تعب الرجل اللي جاي حمى اللي جاي حمى وش المتعب وش المتعب اللي جاي حمى واللي مسخن حمى 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 طيب انا من الضحك خليني اقول لو اسوي دخوليه انا يمكن يعني كل اسبوع اسمعني كل اسبوع هذا بتكون عندي فعاليات كل اكثر كل اسبوع هذا وين ورنا عطنا فعاليات كانت اسبوع اسبوع حافل كل اسبوع هذا حافل حافل اسبوع حافل كله بالانجازات يعني الرجال يبغى يحط اسبوع انا ساخن انا ساخن انا نار 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 انت ولا نار شوف انا شفنا اسبوع لكن لا شفنا لا حافله جايه ولا حافله رايحه تو انا ما شفت احد طيب موجود رايكان موجود سلطان موجود انا محمد موجود علي استعدوا مع حماده توكم ما شفتوا حاجه توكم ما شفتوا حاجه استعدوا مع حماده ارجو ارحب يا محمد ارجو ها ارجو جو جو ارحبوا اشرب بيبسي ارحبوا هلا 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 وهلا ارحب يلا حي يا مرحبا الشاعر اللي ما يكتب قصيد مرحبا بالشاعر اللي ما هو يغني قصيد ما يغني قصيد لكن يكتب القصيد أصبر يتبدأ يكتب هنا حفره يحط دعمك يتبدأ ما يظهر إلا طال عمرك لا جاي يسمع أبوه راي طال عمره يجتمع التم أصبر خلنا حط القصيد بين سطاء يا مرحبا بالشاعر اللي ما هو يغني قصيد مرحبا بالشاعر اللي ما هو يغني قصيد ولا ادري وش يرد من كتابة الشعر وش انت تكتب الشعر غير صحيح مرحبا بمرزان
عن الشباب موجودين عندك، عن الشيخ ابو شبيب، عن علي الشمراني، عن ابن فرزان، عن سلطان، عني قدام. اي انا سالت مش وين، قلت العيال وين، قال هم تعبانين وطلعوا من المستشفى، لكن قدامهم عافيه وهذا يبرك الساعات. لا لا لكن يبون شيء يتجمع. لا مو كلهم طالعين من المستشفى عاد. كلهم عاد طالعين من المستشفى، ما في حاله طال عمرك، ما هم مستشفى صار سوق مول طال عمرك، كلهم طالعين. هذا انا اقول اللي تعبان ورجع الحمد لله، اللي عنده سنه يوجعه الحمد لله اموره طيبه، واللي مسخن وفيه حمى مثل ما تشوف، واللي طال عمرك عذره معه، واللي يسجل شيله، الشباب كلهم موجودين، واللي طالع من برا في الضوء. انا ادري انك هو انا ادري انك هو وانهي في دواء نستفيد. الله اكبر. كان بعض شعره وشربه على درب الخط. مقصود من يا ابو ابو طلبت عندي ما تتمرد، ما ابغى انك ترد، بس مشاعر انت تدري تمام مشاعر ولا برد عليك يا جماعة. يكفي بوش منك مدحته، هو يستاهل. يستاهل كفو دكتور. هذا لو يعطيكم بعض شعره يطلع لكم الغالي كله. هذا ينطبق عليه البيت يوم قال اي واحد يتخطي يده رجع اشخله بيتين. ايه غيرت بالركاين محمد. الله يعلم انا الثاني. ولا كل واحد له وظيفه عندك. قال من امس يقول كلكم عينين في راس. يقول ما ادري من عينين وما ادري في راس. يقول الغالي كلهم عينين في راس. كلهم. انت ما فيك ايش؟ انك اذا مدحت تمدح الكل. واذا جاء سب تحط عمرك معنا. وانا ما عمره سبيت. كم اقول انا تسب؟ هذا نوع ما يسب. اقول انه يسب. عاش بس ايام زي امس قلنا انا من اللي قبل المجموعه قلت انا تبدي نفسك عن اخوياك اكيد. ايوه انا اقول هذا احسن ما فيك. وش ما شوف حاجه، نواف العلماني ما سبينا. نواف العلماني افضل شخص، افضل شيخ مرضى الاسبوع. الله يسلمك ويطول عمرك. توكم ما سبتوا حاجه، توكم ما سبتوا حاجه. استعدوا 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 مع حماده، استعدوا 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 مع حماده. يقول ايه يقول هو ايه وتكفى اني اخرت كبسه. لا في المثال الشرد لا جيت بقول الله لا درى مفطيس ايش الدنيا شعر مفطيس شعر. لا في المثال الشرد لا جيت بقول ادوج فيها جاي ادوج رايح. سلام لا سلام بس يقول قول واختار فيها خيرتي للذبائح. الله اكبر. هاي نحط المعاني انه اختار فيها خيرتي للذبائح. إذا بطلق الذبائح راح لأن يقول إيش؟ تريد يعني شيء من الله. أول نو نسوي كبسة. بنات لك تقول شهرة عمدها في ضائح. بناتها تبغى ذراها على طول قامت عمدها وقراص في الطائح. اللي تبي دفن البحر مهبوس. وضع لك السالفة الجوائح. حتى في اختيار. حتى في لا حتى في عتابه. حتى في مشروعه ورده. ما يصير. رجل. اللي تبي دفن البحر. أنت مهبوس. تطلع لك السالفة بالجوائح. أنا قال بناتك أنا أقول بناتك شهرة ما في تجارب الحول بس يقول عمدها الفضائح وبناتها تبقي ذراها على طول قامت عمدها وقلت الفضح والله ما زين قصيدة قامت عمدها فوق إيش؟ بناتها تبقي ذراها على طول قامت عمدها وقلت الفضائح دجاج ما في صح؟ حطيته كله؟ يعتب لها زي طولك وضربت اسمها وش تاب؟ زي ما تقول تاب ولا طيش يعني فارق عجيلة هو يبني طيش يا دكتور هاي بيه شوف شو مشوه الحد لسانك اللي يجمي خرفانهم لك سباح الله. شوف يعني شلون يخليه يتنقد في روحه يعني قلت لحقت انت لك كان مخطئ عليهم او مخطئ قال لحقت بلسانك يقول اهل هجن وخيول اللي يدمي خرفانهم لك سباح ذبحون لك خرفان انت تعود عليهم يكرمونك انت وانت تعود عليهم تعود عليهم يقعد بعد بكره. شو ذكرت بيت سعد الرشيد يوم عاتب شطر يوم يقول حطيت ظهري على ظل الجبل لكن ما جت مواعيد ظلي مع مواعيده. شفت كيف عاتب عذره قال ما جت مواعيد ظلي مع مواعيده. ما جت ظل مواعيده. الشعر الاكبر باسم الله يذكره بالخير. بضي. الله يذكره بالخير. يومها عندنا نعد قصايد احيانا بعض الشعر الاكبر. قال تصدقوني ما اسمع الشعر ذا لا. ما قلت ليه؟ الشعر الاكبر ذولا اذا سمعتم ما عاد نقدر نشعر ولا نقدر عاد الله عزوه صدق الحين قدامك الحالف وكذا ودك تكتب وتزين قصيدك اذا تعرضت لهم كانك تعرضت انتم اذا تعرضتهم كانك اللي سافر للبحر كل ما راح وراه يجي عين العميق كل ما يروح وراه عين العميق
انت ما كنت تسمع لو انت صغير ابو تحس يعني نظم ولا محاوره؟ لا نظم. نظم ما اذكر اني اقول اشغل فلان واسمع له. ايه فلان اشغل لاني سبحان الله طلعت في محبه الشعر محبه محاوره. يوم كنت صغير سن اول ما سمعت محاوره ولا هو مو بالنية وهو بني احب اعرف معانيها لا إيه؟ اخي ناصر الله يكرمه خير شعر محاوره ويحب معانيه صغير يشتري شرطه محاوره يحطها في الجيب ذاك ايش يسمونه ذاك الكاسيت يحطها ويشتريها يحطها حتى نذكر الله المستعان هذا كربي هو اللي يشتري شرطه دي ناصر يحب محاوره كان زي ما تقول انه اثر على البيئه بيئته كلها في المحاوره حمد محمد ولد عمي ابي حمد الشباب اللي كل علي اخي نوما صبار انا الشباب اللي عندنا كلهم ما عندنا فعاليات يعني شيء نستمع له ولا شيء هالبر تقول مو ناقص ولا عندنا وسيله الا شرطان محاوره تسمعون وهو اللي كان بعض الشباب بعضهم يشترون شرطان اغاني قديم قدام واغاني سبحان الله قليل يسمعها ولا يعني حتى عينها بيطوح بها حذفها ايه ابي ميدني يجيبونها بسراقه بعض الشباب عقب الحمد لله تطورنا وتمينا جاب ناصر محاوره جاب كذا وتم يدخل الى جابي يعين محاوره ايش يسوي ناصر اسمه الشريط يخلص منه حطه فوق في الطبلون ايه هو يسرحهم مع البل دائما الشباب مره حمد مره ناصر هم الكبار اخواني الله يذكرهم بخير هم اللي يسرحون مع البل ولا ياتون الا متاخرين يسرحون يمكن الساعه 7 تمام يجيك الا عصر ولا في الليل ولا ويروح يعود احيانا بس انه يطول مع البل مقزرين على المحاوره